مقدمة بسيطة، هذا نمطي في شيء بسيط علم الفطريات والأشياء حتى تفرقوها عن البكتيريولوجي. شنو معنى الميكولوجي؟ ميكولوجي is the science that deals with fungi، يعني هنا اللي يتعامل ويا الفطريات. Fungal diseases are studied by special branch اللي هو شنو؟ الميديكال مايكولوجي. فانجاي ار فاوند، بس العفو بس خلينا نشوف. فانجاي ار فاوند everywhere، يعني هنا بكل مكان انتم تشوفون الفطريات، with food, clothing and warm humid environment، يعني دائما بالمكانات اللي هي دافية ورطبة موجودة عندنا الفانجاي. A few are very important to human and animals because they are source of antimicrobial agents، يعني هنا هي تكون مهمة بالنسبة للإنسان والحيوان. ليش؟ لأنه هي مصدر لل antimicrobial agents. مثلا عندنا منين؟ أول شيء أخذوا البنسلين، استخلصوه من البنسلينيوم من الفطر. وهنا ممكن تكون هي أيضا تكون مضرة، يعني هذه فائدة من فوائدها. الناتشرال هابتس زين، كلها هنا هي المكان اللي تكون موجودة به هي الانفايرومنت، ما عدا عندنا الكانديدا البيكانس هي بارت اوف نورمال هيومن فلورا، يعني هي أكثر شيء موجودة عندنا بالبيئة اللي احنا موجودة محيطة بيها بينا، لكن فقط عندنا الكانديدا البيكانس هي نورمال فلورا بداخل الجسم. فإذا medical mycology هو study of mycosis of man and their etiological agents، يعني هنا كيف المرض طبعا اللي سبب بداخل الجسم الإنسان يسموه mycosis، وأيضا العامل المسبب له. هذا هو معناه علم الفطريات الطبي. mycosis شنو معنى mycosis؟ are the disease caused by fungi، يعني الأمراض اللي تكون متسبب عنها الفطريات، تسببها الفطريات. medical importance بالنسبة للفطريات، there are more than 500,000، يعني هنا نشقي تقريبا 500,000 نوع من الفنجاي، and only 50 to 75 species considered to be pathogenic for human and animals. تقريبا 500,000 نوع، احنا عندنا 50 الى 75 نوع هو يكون مرضي بالنسبة للإنسان والحيوان. They produce disease called mycosis used in the industrial fermentation and antibiotic production. نانا كخمائر نانا بالصناعة يستخدموها هاي كفائدة، وأيضا بالانتيبيوتيك برودكشن أيضا فائدة إلها. وبروديوس توكسين كولد أفلاتوكسين باي أسبرجيلس، وأيضا ممكن أيضا مهمة بإنتاج السموم، خاصة السم اللي هو أفلاتوكسين اللي هي مثلا منه اللي ينتجه هو الفنجاي اللي هو أسبرجيلس. Physiology of fungi. أهم صفة، all fungi are aerobic، كلها هي aerobic، كلها هوائية. فإذا هي شنو؟ in other words need oxygen for their development. فإذا أثناء الكلتشر مالتها لازم تحتاج بأنه هو الأكسجين. cell type، all fungi are eukaryotic، احنا كل هالبكتيريا اللي اخذناها هي شنو؟ هي بروكاريوتيك، يعني هي ابتدائيه، النواه مالتها ابتدائيه، ما بيها السيل، ما بيها نيوكليير ممبرين. لكن هنا بالنسبه للفنجان النيوكليوس مالتها هي حقيقيه، فاذا هي شنو؟ ايوكاريوتيك، ويسموها ترو نيوكليوس. وايل البكتيريا قلنا شنو هي؟ هي بروكاريوتيك. النقطه الثالثه، اوبتيمم pHa for growth between 3.8 to 5. فإذا احنا عندنا الشيء اللي يكون هو optimum pH لها هي تقريبا وين؟
بالوسط اللي هو حامضي اللي هو 3.8 to 5، لكن بالبكتيريا يشوفون أكثر شيء هو يكون متعادل اللي هو 7 to 7.5. Optimum temperature بالنسبة لي الفنجي هو 22 to 28 centigrade، لكن البكتيريا مثل ما شفتوا أكثرها هي شنو 37 درجة مئوية. أيضا عندنا cell wall structure، هنا بالنسبة للستركتشر بالوول مالت الفنجاي contain large amount of chitin and cellulose، يعني المادة اللي مستخدمة بالجدار مالتها هو أكثر شيء هو الكايتين والسيلولوز. زين consist of chitin not peptidoglycan، يعني هنا البكتيريا تستخدم شنو دائما بالجدار مالتها هو البيبتيدوغلايكان. الفرق عنها الفنجاي هو ذكرنا اللي والسليلوز. فإذا هنا راح تجي فلسفة مهمة بالنسبة sensitive to antibiotic as penicillins، يعني هنا لأنه احنا من ضمن الفانكشن او من ضمن الطرق بالنسبه للانتيبايوتيك هو شنو تكون لي تكون مؤثره على السيل وول. فاذا مثلا السيل وولز اللي تكون مؤثره على جدار الخليه او جدار البكتيريا اللي مثلا بنسلين تكون هي سنسيتيف بالنسبه للبكتيريا، لكن بالنسبه للفنجاي تكون انسنسيتيف. فاذا هنا ليش؟ لأن البكتيريا بيها بابيدوغلايكان، هناك هي تكون هي الكايتين. فالكايتين هو شنو؟ is a polysaccharide composed of long chain of N-acetyl glucosamine. Also the fungal cell wall contain other polysaccharide اللي هي شنو عندنا البوليساكرايد اللي هي بي بيتا جلوكان which is the site of action of some antifungal drug. فإذا إحنا لأنه هي عندها مادة اللي هي بيتا جلوكان فقط شنو هي ال site of action بالنسبة لل antifungal drugs. النقطة الأخرى all fungi are saprophytic، يعني هنا هي تكون سطحية وتكون هي بتعيش بالنسبة للإمبريومات. Sugar concentration in laboratory media إيش قد هنا هي 4 إلى 5%، يعني أدنى بالميديا نضيف مواد اللي هي تنمي هو 4 إلى 5%، لكن بالنسبة للبكتيريا هي 1.5%. Antibiotic sensitivity، فإذا هنا وين راح تكون؟ هي sensitive to antifungal agents only، يعني الانتيبيوتيك ما يكون هو تكون هي sensitive له. النقطة الأخرى all fungi require a preformed organic source of carbon association with decaying matter، يعني هنا لازم مادة حتى تتحللها اللي هي مادة متحللة اللي تكون عندها الكربون. فإذا هنا لازم يحتاج هذه المادة الكربون حتى تنمو، فإذا كل الفطريات تحتاج هذه المواد. Fungal cell membrane، شوف هنا بالنسبة للسيل membrane احنا كنا ذكرنا بالنسبة للوول، هذه بالنسبة للسيل membrane consist of ergosterol، هنا يحتوي على الارغوستيرول rather than cholesterol like bacterial cell membrane، يعني عندنا بالبكتيريال cell membrane موجودة بها كوليسترول لكن بالنسبة للفنجاي هو الارغوستيرول. فإذا الارغوستيرول هو site of action of antifungal drug اللي هو مثلا شنو دائما الانتيفنجال drug منو هو؟ راح تعطيكم اياها دكتورة داليا اليوم ان شاء الله اذا انتم متفقين وياها، اللي هو امفوترسين بي والازول جروب. هذه أهم الصفات طلاب، مهمة جدا الصفات بالنسبة للفنجاي واختلافها عن البكتيريا.
أعيد وأكد، مهمة جدا طلاب. Classification، تصنيف بالنسبة للفنجاي. الفنجاي بالنسبة على أساس الـ Medical Importance هنا يصنفوها إلى Yeast، الخمائر، زين، اللي هي Cryptococcus وال الجيوترايكم، وعندنا الديرماتوفايتس اللي هي عندنا مايكروسبوريديوم ايبي ديرموفايتون والترايكوفايتون، وعندنا الاخرى اللي هي الاسبرجيلوس والميوكر والبنسلين. هذه على اساس التصنيف الطبي، يعني هي هذه اكثر شيء هي اللي تسبب الامراض الفطريه. الشكل بالنسبه للفانجاي، شلون التصنيف مالته؟ التصنيف على أساس الشكل. فإذا فانجاي classified into four groups، من هم الفور groups؟ أولا filamentous فانجاي، ثانيا هو اليست، ثلاثة هي اليست like فانجاي، وعندنا الداي مورفيك فانجاي. يعني أول وحدة اللي تكون هي الخيطية، الثانية هي تكون الخمائر، والثالثة اللي تكون الفطريات اللي تكون مشابهة للخمائر، والرابعة اللي تكون داي مورفك، يعني بين الخيطية والخمائر. الفيلمنتس فانجاي، شنو هي الفيلمنتس فانجاي؟ The basic morphological element of filamentous fungi are long branching filaments or hyphae. يعني هنا أهم شيء هي يكون عندنا الخيوط، الخيوط اللي هي تكون متفرعة، وهذا يسموها الهايفي، which enter when to produce a mass of filamentous، اللي هو طبعا هنا من تتداخل بيها، وهنا راح تكون عندنا اللي هو بيناتها هو المايسيليومز. طبعا هنا الهايفي اللي هي ذكرنا هذه الخيوط تتقسم، هي عبارة مثلا سلسلة من الخلايا اللي يكون تفصل بيناتها، يسموها هذا الفصل يسموها السبتة. الكولونيز are strongly adherent to the medium and unlike most bacterial colonies cannot be emulsified in water. طبعا هذه هنا الكولونيز اللي موجودة دائما هي ملتصقة بالميديوم، ولذلك هنا تختلف عن البكتيريا الكولوني، مستعمرات البكتيريا اللي مثلا هنا cannot be emulsified in water. يعني مثلا بالبكتيريا رأسا من تشيلوها، رأسا تقدر انت تخرجها من الميديا، ورأسا اذا ضفت لها مي رأسا يسوي لها emulsion مثل المستحلب. لكن بالنسبة للكولونيز مات الفنجاي هي تكون ملتصقة بالميديا. The surface of these colonies may be velvetary, powdery and show cottony, cottony aerial mycelium. يعني هنا مثل المادة القطنية، وأيضا بها شنو pigmentation، بها عند الألوان ممكن تكون، ودائما أنتم شايفين بأنه الفطريات اللي مثلا حتى لو أنتم تشوفوها على الخبز على الفاكهة على هذه تنطي ألوان، الألوان الأخضر الأسود أي لون، فإذا معناها بأنه هي الفطريات دائما المستعمرات اللي موجودة بها هي تنطي هذه الألوان. أهم مثال بالنسبة لها اللي هو الديرماتوفايتس، هذه اللي هي فيلمنتس. بس تشوفون هذه الصورة، الصورة هي هنا هي شلون هنا الفيلمنتس شلون تتداخل، شوفوا هنا هي السبتة، زين هنا تشوفوها شلون تكون، زين. وطبعا هنا هذه هي طبعا هذه ما متقاطعه وياها، لكن شوفوا هنا هذه كلها داخلها تقاطع بيناتهم بالنسبه يسموها مايسيليوم نون سيبريت، هذه هنا هي تكون سيبريتد. شوفوا هنا هذه المورفولوجي، شوفوا الاشكال اللي ده تنطيها، طبعا شوفوا الميديا هنا على الميديا تكون هي ملتصقه، ما راح يكون بها ايموسيفيكيشن مثل الكولونيز اللي شوفوا شلون تكون وتنطي هذه الالوان. كل نوع من الفونجاي، هذه المايسيليا والكونداي، شوفوا هنا هذه الخيوط، شوفوا هنا هذه الكونداي، شوفوا هنا مثل اللي راح تكون الباودر والكوتن
مثل التجمعات على الأطراف مالت الفنجاي. الخمائر هذه طبعا كلها هاي كانت فيلمنتس. اليست شنو معنى هنا؟ اليست These occur in the form of round or oval bodies which reproduce by the formation of buds known as blastospores. يعني هنا مثل البراعم، هي عبارة عن خمائر، طبعا هي الشكل مالتها هو يا إما دائري أو بيضوي، وتكون هنا بالتبرعم. These colonies resemble bacterial colonies، يعني تشبه البكتيريا، ولكن هنا تكون هنا in appearance and in consistency. الباثوجينيك ييست بالميديكال مايكرولوجي أهم شيء هي عندنا الكريبتوكوكس نيومفورمس. يعني احنا عندنا بالنسبة ذكرت لكم بالنسبة بالفيرمنتس قلنا ديرماتوفايتس، هذه بالنسبة لليست هي الكريبتوكوكس نيومفورمس. شوفوا هنا هذه اليست كولونيز كأنه مشابهة للكولونيز مالت البكتيريا بالزرع. شوفوا هنا على التست تيوب، شوفوا الشكل مالتها كأنه هي مشابهة لمن؟ للكولونيز مالت البكتيريا اللي شايفيها انتم بالمختبر. شوفوا هذا الشكل هو كريبتوكوكس نيوفورمس. طبعا هنا من تشوفوها تريدون تصبغوها ما تنصبغ، هنا نشوف الصبغة اللي اذا تشوفوها هي الانك انديا انك الالمن للكبسول، وهذه هنا الصورة تحت هنا الصورة اللي تشوفوها تحت الالكترون مايكروسكوب، هي عبارة عن التبرعم بالنسبة للخلايا، وشوفوها هي الكولونيز بالنسبة لكريبتوكوكس نيوموفارمس. عندنا النوع الثالث اللي هو ييست لايك، ييست لايك يعني اللي تشبه الخمائر. زين هذه هنا تشبه الخمائر. These are fungi which occur in the form of budding. يعني ده تلاحظون هنا عن طريق التبرعم. زين كأنه مثل البرعم ويطلع وتطلع colonies أخرى. And as chain of elongated and branched filaments. يعني هنا هي تأخذ مثل اليست، وفي بعض الأحيان تكون هذه اليست هي تكون filaments، لكن شنو تكون unbranched. which present in the appearance of broad septate hive. يعني هنا مثل الهايفة مثل ما ذكرنا بالفيلمنتس، لكن هنا تكون يسموها سيدو مايسيليوم. يعني هنا ما راح يكون يسمون مايسيليوم الكاذب. The yeast like fungi are grouped together in the genus Candida. فإذا احنا عندنا الكانديدا هي من ضمن اليست لايك، يعني هي بيها بادينج تكون تسوي كولونيز، وايضا تسوي هي الخلايا او الكولونيز تكون ان برانشد فيلمنتس سيلز. شوفوا هذه هي الكانديدا، شوفوا هنا شلون نشوفها، لان الكولوني مثل اليست. زين بالميديا شوفوا هنا هذا التبرعم، هذا البادينج شلون تتكاثر، هنا هذا التبرعم، وهنا شوفوا هنا شلون تكون تكون الفيلمنتس. فاذا هنا هي اليست لايك، لكن هذه الفيلمنتس هي شنو تكون؟ هي يسموها سيدو فيلمنتس. النوع الرابع اللي يسموه ثيرمالي دايمورفيك فانجاي، يعني هنا بدرجة الحرارة المختلفة راح تكون دايمورفيك، يعني مرة تكون فيلمنتس ومرة تكون هي شنو؟ هي تكون ييست. These are fungi which exhibit filamentous mycelial morphology. يعني هنا شو راح تكون؟ يعني هي saprophytic phase. ليش؟ لأنه هنا تكون شكل الفيلمنتس. which are grown at room temperature. يعني هنا وين تعيش؟ بدرجة الحرارة اللي هي تكون 27 درجة مئوية. But have a typical yeast morphology اللي هو شنو هنا؟ parasitic، يعني تكون متطفلة، متطفلة على شيء آخر. هنا saprophytic لا، تكون موجودة بالانفايرومنت وتكون هي تقدر تعيش مثلا بالماء، بأي انفايرومنت أو بالهواء أو أي شيء موجودة على أي سطح.
فإذا هنا تكون inside the body and وين grown راح تكون شنو على 37 درجة مئوية، وأهم شيء هو اللي هو هيستوبلازما، والمرض اللي سببه هو هيستوبلازموسيس. فإذا عندنا المثال كل واحدة من هذه الأنواع الأربعة تعرفون الفطر اللي هو أو الفنجاي اللي يسبب المرض. شوفوا هذه هي الهيستوبلازما كابسوليتا هنا بدرجة حرارة 27، هذه بالانفايرمنت. شوفوا الكونداي اللي موجودة، شوفوا هنا شلون تتكون، وهنا هيستوبلازما كابسوليتا زين اللي هي هنا شوفوا بداخل الجسم اللي تكون مثل اليست اللي هي بدرجة حرارة 37 درجة مئوية. هناك كانت شكلها هي فيلمنتس درجة الحرارة، وتكون هي سابروفيتك 27 درجة مئوية. هنا داخل الجسم اللي سبب المرض اللي هو هيستوبلازموسيس اللي هو ب 37 درجة مئوية. هذه طبعا الأنواع. بالنسبة للابراتوري دايجنوسيس بالنسبة للفطريات ككل، كولكشن اوف سامبلز، السامبلز اللي هي سبيوتمز والبلد وعندنا اليورين بودي فلويد هير اند سكن. يعني هنا كل سامبل ممكن على حسب المرض اللي يسببه. الدايركت مايكروسكوبيك اكزامينيشن، هنا من ناخذ هذا السامبل راسا انا احطه تحت الميكروسكوب، هذه المهمه جدا، بلاي امبورتنت رول ان ايدنتيفيكيشن اوف فانجاي. ايش راح يشوفون؟ يضيفون على هذا السبيسيمن، يخلوه على سلايد، يضيفوا له 10 الى 20% من كي او اتش، هذا يسموه كليرنج ايجنت، يعني ماده توضيحيه. ايش راح تسوي هذه الماده التوضيحيه؟ ليش؟ لانه حتى كل الكايتين والاشياء هذه حتى تبقي لي العفو كل الاشياء اللي موجوده بالسبيسيمن ممكن تذوب لي اياها وتبقي لي فقط بانه اني اشوف الفنجي. Sometimes we use lactofenol blue stain. ليش؟ هنا يحطون اللون حتى يشوفون بها demonstration of hyphae and mycelium filaments. زين هذه طبعا اهم شيء بالنسبه لل weight examination، يعني هنا specimen اجي اضيفه واخليه تحت الميكروسكوب واحط له كي او اتش، وبعض الاحيان يحطوا له في الصبغه حتى اشوف الهايفي ونشوف عندنا المايسيليا فيلمنتس. بالجرام ستين نشوفها فقط بالنسبه للكانديدا. زين هذه الكانديدا ممكن اني اقدر اشوف جرام ستين. عندنا الستين الاخرى اللي هي ويت انك ويت انديا انك، هذه للكبسول حالة الكريبتو. تسمحوا لي شو المشكلة. زين هذه ويت انديا انك يوزد فور ديمونستريشن اوف كبسول ان الكريبتو كوكس. الكالتيفيشن طلاب، هذه مهمة بالنسبة للكالتيفيشن. هنا الميديا اللي تكون سبيسيفيك للفنجاي هي سابورويد جلوكوز ميديا. هذه سابورويد طبعا او مو شرط نقول جلوكوز، المهم سابورويد ميديا is the most commonly employed for isolation of fungi. زين الانكيوبيشن لازم يكون under aerobic condition، لازم شنو؟ بالظروف الهوائيه، وتكون درجه الحراره تشوفون 28 درجة مئوية أو 27، يعني مو 37. طب شوف الفترة اللي يعيش بيها أو تطلع بيها الفنجاي، هي عندنا أسبوع إلى 6 أسابيع. أنتي بكتيريال ايجنت will be added، احنا نضيف لهذه الميديا نضيف لها أنتي بكتيريال. ليش؟ حتى نسوي انهبيشن لكل أنواع البكتيريا. اوكي فقط تبقى عندنا شنو هي الفنجاي. هذه بعض الاحيان عندنا البرين هارت انفيوجن، هذا الميديا سبلمنتد باي بلاد اور سيرم
ممكن بأنه أني أضيفها وأسوي لها isolation للأكتينومايسز والنوكارديا، هذه ممكن إحنا نضيفها، هذه بغير أنواع. human fungal infection ممكن هنا تكون على حسب الأمراض وين موجودة. مثلا فإذا هنا راح تكون هي أما تكون superficial، يعني هنا تكون فقط على الجلد، أو تكون يعني على سطح الجلد، أو راح تكون subcutaneous تكون ما تحت الجلد، أو تكون systemic يعني تكون داخل الجسم، أو راح تكون opportunistic يعني موجودة كنورمال فلورا لكن ممكن تنتهز الفرصة وتكون هي مرضية. السوبرفيشيال مايكوسيس هنا عندنا أنواع، اللي هي سيرفس مايكوسيس، عندنا مازيسيا انفكشن، وعندنا تينيا نيجرا، وعندنا بيدرا. هذه بلاك بيدرا، وايت بيدرا، زين، هذه كلها الأنواع بالنسبة للسيرفس مايكوسيس. عندنا الكوتانيوس مايكوسيس ذكرنا نوع مثلها، هي عندنا اللي هي الديرماتوفايتوسيس، عفوا، عندنا السيرفس مايكوسيس. يعني شنو سيرفس؟ معناها موجودة involved dead layer of the skin and its appendage اللي هي الهير والنيلز، يعني موجودة على الغلاف، العفو، السطح، الطبقات الميتة بالجلد، وموجودة مثلا وين؟ بالشعر، بالأظافر. only cosmetic effect يعني هنا فقط الشكل، يعني تأثيراتها هي على التجميلية أو منظر، زين. change in skin pigmentation ممكن تغير اللون بالنسبة للسكن، ممكن تسبب nodules along the hair shift. وهنا أهم شيء عندنا قلنا هي المانزيسيا انفكشن والتينيا نيجرا والبيدرا. هذه الكلينيكال، هسه امسح لكم اياها الطلاب، انفكشن فقط عندنا حتى نكتبها. هذه ايضا شوفوا هنا بيترياسيس فيسكولار، هي مالزيسيا فرفر، طبعا هنا هي اسيمتوماتيك وتكون كرونيك ريكرنت، وتكون بها باتشز. شوف الباتشز اللي موجودة على التشيست والابدومن والابر لمب والباك ميلي انفولد. هنا طبعا بيها ايش راح تكون؟ هي هايبر بيجمنتيشن، وعندنا الهايبر بيجمنتيشن. ديرماتوفايتس قلنا هي التينيا اور رينج وورم، يعني هي نفس الاسم طلاب، الرينج وورم والتينيا هي نفس الاسم. طبعا هذه تكون انفكشن للسكن والهير والنيل. عندنا انواع من عندها، هي الترايكوفايتون، المايكروسبوريوم، والابيديرموفايتون. هذه راح اختصر لكم اياها طلاب، يعني حتى اشوف شنو اللي راح اخذ من عندها. شوفوا هذه هي سوبرفيشال مايكوسيس، هذه سبكوتينيوس. شوفوا هنا عندنا الانواع، شوفوا انواع بالنسبه للمايسيتوما، السبوروترايكوسيس، والكروموميكوسيس. طبعا هي تحت الجلد تكون. أني أشكركم طلاب، هذه محاضراتنا، أني خلصت وياكم، بس خلي أنزل لكم رابط الحضور. يعني هي شوية صعبة يمكن المحاضرات، بس تعذروني، يعني إحنا حاطين ببالنا 3 أسابيع باقينا، بس هي هاي المشكلة يعني صارت عندنا. راح أنزل لكم الرابط طلاب.